حول هذا الموضوع ايضا انضم الي من نيويورك الاستاذ احمد محارم الكاتب والباحث السياسي. استاذ محارم اهلا بك في هذه الساعه القاهره الاخباريه. سنتحدث عن تفاصيل وخطوره ما اعلن من قبل الكونغرس لجنه الاستخبارات من تهديد روسي وشيك واستخدام قنابل نوويه في الفضاء، لكن قبل ان نتطرق الى هذا الموضوع دعنا نتحدث عن التوقيت. هل ثمت علاقه بين هذا الاعلان وبين اجراء الانتخابات هذا العام؟ التحية والتقدير. أعتقد سؤال حضرتك التوقيت ملفت للنظر، لأنه أن يظهر هذا الكلام في الكونغرس وتتناوله وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية ونحن أمام مؤتمر الأمن والسلام في ميونخ في ألمانيا السنوي بحضور 50 رئيس دولة و60 وزير النهاردة وبكرة كمان، ومصر مشاركة بوزير الخارجية سامح شكري. كمان من بضعة أيام كان في اللقاء التلفزيوني الشهير اللي تقدم فيه مذيع أمريكي مع الرئيس بوتين، صحيح، وشاهدت ملايين في العالم ما قاله بوتين. الحقيقة الكلام اللي قاله بوتين كلام خطير جدا، بيتكلم عن أوكرانيا وأن الحرب اللي استمرت لمدة سنتين، وأن في دول قالها بالاسم لتوانيا وبعدين بولندا الدول المتاخمة للحدود الروسية، قال ان من 100 سنه هذه الاراضي كانت تابعه للاراضي الروسيه وسوف تعود. التهديد السيبراني اللي حصل في 2016 واعترفت به امريكا ان كان روسيا لها تاثير في الانتخابات الامريكيه ايام الرئيس ترامب. لما نقول ان الصراع على الارض ما بين القوى العظمى امريكا وروسيا وكمان دخلت الصين على الخط، الصراع اللي على الارض معروف، قوات جويه وقوات بحريه وقوات سلاح دفاع جوي. أمريكا من 4-5 سنوات أيام الرئيس ترامب اتكلم على موضوع جديد وهو القوات الفضائية. القوات الفضائية معناته هيكون في سلاح خارج نطاق الكرة الأرضية أو في الغلاف الجوي للأرض. لما نشوف الكلام اللي طالع من روسيا والتهديد عبارة عن بالضبط كده، بيقولوا أن أمريكا كانت دولة فتية وشابة لكنها شيخت. لما يكون رئيس عمره تقدم فوق 80 وبينسى وبيلخبط في الكلام، ولما يكون عنده وزير دفاع وهو الشخص المهم جدا في الدولة يتغيب 4-5 أيام ويروح المستشفى والرئيس لم يكن يعلم، وأنه دخل المستشفى مرتين، وأنه من حوالي 10 أيام كان أوستن في زيارة لأوكرانيا ودخل في ملجأ تحت الأرض ويبدو أنه كان فيه انفجار حصل في المنطقة اللي حواليه. النهاردة بيقولوا لما يكون رئيس بهذه الظروف الصحية ووزير دفاع بهذه الظروف الصحية فأمريكا دولة تعتبر شاخت ولا تستطيع أن تتخذ القرار الصحيح. القوة النووية لأمريكا وروسيا في العدد وفي النوعية تفوق أمريكا تسليحها النووي أكثر من روسيا. لكن السؤال اللي بيتكلموا فيه الروس إن المسألة مش في العدد ولا في النوعية، المسألة في القدرات التكتيكية والسياسية، من يتخذ القرار بالتعاون مع القيادة العسكرية. فاللي حاصل الحقيقة التوقيت نقدر نقول كمان في وجهة نظر من وجهة نظر الروس يستمع إليها، إن الكلام ده يطلع النهاردة من أمريكا. أمريكا بتقول إحنا في حالة حرب ولا يعلو صوت فوق صوت المعركة، عايزة تمرر 95 مليار دولار من الكونغرس لدعم إسرائيل وأوكرانيا وتايوان. أمس اتوافق على 21 مليار دولار لتايوان. فالقصة فيها أسباب إن التوقيت ده يكون هو السبب. طيب، إن الكلام طيب ده يطلع في مضمون هذا التهديد. إذا كنت تقول أن الولايات المتحدة ترى أنها في حرب عدائية مع روسيا، إذن لماذا يصرح كيربي بأن بايدن طلب من المؤسسات لربما تكون وزارة الخارجية الأمريكية بالتعامل بحل هذه المعضلة من الناحية الدبلوماسية؟ لازم طبعا تكون التصريحات اللي طلع فيها نوع من الموائمة أو الكومبرومايز، أنه مش عايز يجر شكل روسيا ولا شكل الصين، وعايز كمان يهدي الداخل الأمريكي. يعني في نوع من التهدئة، قيل أن هذا الكلام لا يمثل أي خطورة، دي مجرد وجهات نظر واقتراحات. الدول الكبرى أمريكا روسيا الصين بريطانيا فرنسا عندها من زمان قوات تستطيع أن تتعامل مع الفضاء، لأن الأقمار الصناعية لها ثلاث أهداف من وجودها: أساسا للاتصالات، وثانيا لتحديد المواقع الجغرافية على الكرة الأرضية، والثالثة لمسألة الاستخدامها في النواحي العسكرية. فمش ممكن تكون هذه الدول عندها هذه الآلاف المؤلفة من الأقمار الصناعية اللي بتدور حوالين الارض 24/7 وما يكونش عندها وسائل للدفاع. بقى اعتقد انه الكلام اللي اتقال مجرد تطمين للداخل وعدم اثاره حفيظه القوى الاخرى المعاديه لامريكا. لكن المصطلحات، سؤال اخير، المصطلحات التي تم استخدامها في هذا الاعلان بان ما تقوم به روسيا
تهديد خطير للأمن القومي، ووصف أيضا بأنه تهديد دولي. ما الذي يستتبعه استخدام مثل كذا مصطلحات في الولايات المتحدة؟ أعتقد الكلام إن الحرب لو قامت أو لو الصراع لو قام مستقبلا بالشكل ده هتكون أوكرانيا هي منطقة الصراع. إحنا بنستغرب لما إيران بتبيع قذائف للطرفين، بتبيع لأوكرانيا وبتبيع لروسيا. فالحقيقة في لخبطة كده حصلة في العالم بسبب مسألة أوكرانيا. فالتصريحات بتحاول بقدر الإمكان يبقى فيها نوع من الموائمة، إرضاء الداخل وعدم تصعيد الموقف مع الدول المعادية. شكرا جزيلا سيد أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي، كنت معي من نيويورك، شكرا جزيلا لك.